أعزائنا المشاهدين سلام الله عليكم ورحمته وبركاته وأسعد الله أوقاتكم بكل خير ومحبة نحييكم ويتجدد لقاؤنا بكم وبرنامج حوار فكري نناقش فيه بعضا من قضايا الفكر والثقافة ضيف حلقتنا اليوم هو الأستاذ الدكتور جابر حمدان عضو هيئة التدريس بالجامعة العربية المفتوحة ورئيس قسم اللغة العربية للناطقين بغيرها بها نرحب بك دكتور جابر حياك الله دكتور محمد سعدنا بالحديث معك اليوم سلمك الله حياك الله اعزك الله وحفظك صلح الله صلحك. الله يجزيك خير اعزائنا المشاهدين لا تذهبوا بعيدا نعود بعد هذا الفاصل القصير لنكمل حوارنا مع ضيفنا العزيز الاستاذ الدكتور جابر حمدان ابقوا معنا نجدد التحية لكم أعزائنا المشاهدين كما نجدد الترحيب بالأستاذ الدكتور جابر حمدان أهلا بك مرة أخرى أهلا بك لعزك. دكتور جابر أنت جمعت في تخصصك العلمي بين علمين كبيرين من علوم العربية هما علم النحو وعلم البلاغة كيف ترى التكامل بين هذين العلمين الكبيرين؟ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الأول بلا غايه والآخر بلا نهاية عميت عن إدراكه الأبصار وحارت في عظمته الأفكار الذي خلق كل شيء بقدر وتلاؤم وانسجام الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر وللليل سابق النهار والصلاة والسلام على نبيه المختار وعلى آله وصحبه الأطهار ومن اهتدى بهديهم وعلى دربهم سار وبعد فإن أهل العربية يقولون لمن يريد ان يتعلم العربيه ينبغي ان يتدرج في العلوم. نعم. فان اولها النحو ثم الصرف ثم البلاغه. ومن فضل الله علي انني تدرجت في هذه العلوم. نعم. فكانت رسالتي في الماجستير في النحو. صحيح. في اعراب الإعراب القران الكريم وفي الدكتوراه في البلاغه. نعم. هذا من فضل الله وكرمه علي. وهما يعني علمان متكاملان يكمل بعضهما الاخر. النحو يصحح الكلام والبلاغه تجملها نعم احسن اكثر انسجام. نعم، دكتور جابر يعني من المباحث الطريفه التي رايت ان لك اهتماما كبيرا بها مبحث التلاؤم الصوتي. نعم. وهذا المبحث الذي يميز الكلمه افرادا وتركيبا. نعم. لعلنا في البدايه نعرف الساده المشاهدين بالمراد بهذا التلاؤم. المعنى اللغوي لا يبتعد كثيرا عن المعنى الاصطلاحي. نعم المعنى التلاؤم لغة الانتظام والانسجام التقم التأم القوم والتأم اجتمعوا نعم والمعنى الاصطلاحي كذلك لا يبتعد ذلك وهو انسجام عناصر النص الأدبي في الحروف في كلماتها والكلمات في جملها والجمل مع النص كامل نعم وهذا الموضوع يكاد يكون يعني أكثر يكون اكثر اشد القضايا تشعبا الوقوف على الانسجام الكلي للنص الانسجام الكلي للنص نعم. لذلك هذا الموضوع شغل البلاغيين ردحا طويلا من الزمن فان شئت نبدا في نعم. هذا هذا يجرنا الى سؤال فرعي العلاقه بين التلاؤم والايقاع ثم الحديث عن العلاقه بين التلاؤم في الدراسات الحديثة ومبحث الفصاحة عند نعم. البلاغيين القدماء نعم. نعم لا شك أن التلاؤم يعطي النص إيقاعاً يجعله مستساغاً ويتقبله المتلقي نعم فله أهمية كبرى لذلك قلنا شغل البلاغيين سابقاً منذ الجاحظ إلى يوم الناس هذا نعم ولعل أول إشارة عند التلاؤم ظهرت عند الجاحظ جميل ولكن لم يعني لم يطلق عليه اسم التلاؤم بل الاقتران الاقتران الاقتران, الاقتران فالتلاؤم عند الجاحظ هو الاقتران okay. لذلك وقال لا تقترن مثلا الجيم لا تقارن الضاء ولا الضاد ولا القاف ولا الغين بتقديم ولا تاخير التلاؤم بين الحروف نعم, نعم. كذلك الزاي لا تقارن الطاء ولا السين ولا الضاد ولا الدال بتقديم ولا تاخير ولكن مصطلح التلاؤم اول ما ظهر ظهر عند الروماني. اها المتوفى نعم 384 للهجره. وكان الروماني بل... هذا كان نحويا وكان بلاغيا نعم، ايضا نعم،, نعم. نعم, وكانت في ذلك الزمن داية صحيح العلوم كلها نعم النجر. صحيح فظهر مصطلح التلاؤم عند الروماني اول ما ظهر وهو كل الكتب البلاغيه تتعرض لهذا الموضوع تصريحا او تل... تلميحا يعني بشكل مباشر او بشكل بضده التنافر 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 نعم فحتى عند الروماني عندما عرف التلاؤم قال هو نقيض التنافر نعم هو نقيض التنافر وهو ائتلاف الحروف في التأليف ائتلاف الحروف في التأليف وقسم التلاؤم إلى مراحل نعم إلى ثلاثة قال الكلام إما أن يكون متنافرا أو متلائما من الدرجة الوسطى أو متلائما من الدرجة العليا ويقصد بالتلائم بالدرجة العليا كتاب الله العزيز نعم. القرآن الكريم يقصد كتاب الله العزيز القرآن الكريم وهذا والروماني لم يسلم من النقد صحيح من تلوه فأول من انظر له ابن سنان الخفاجي الخفاجي نعم فخالف هذا التقسيم الثلاثي وقسم الكلام إلى إما متنافر أو متلأل جميل وصارت الامور ولم يسلم حتى شيخ بلاغي العربيه شيخ بلاغي العربيه الامام عبد القاهر ايضا دفتر. تحامل شيئا ما على الرماني؟, الرماني نعم لانه كان في صدد نظريه النظم وقال ان اذا يعني اذا الاديب او الكاتب او الخطيب اراد ان يهتم بالكلمات فان هذا الامر عسر اذا نظريه النظم تعرضت نعم. من قريب الى هذا التلاؤم نعم نعم هي نعم. نعم. ولكن كلهم اجمعوا على ان هذا الامر يعود الى الذوق بالضبط يعني يعني الذوق المتلقي هو الذي يعرف هذا الانسجام وهذا التكامل يعني هل نستطيع ان نقول ان التلاؤم اوسع من الفصاحه؟ يعني البلاغيون القدماء حين ناقشوا الفصاحه ناقشوها على مستوى المفردة ثم على مستوى التركيب نعم. ونحن الان ندرس التلاؤم في المباحث الحديثه في النص نعم نعم يعني اذا التلاؤم اوسع دلاله ونظرا من الفصاحه ما رايكم نعم. فيه؟ نعم لا نقول وبضدها تتميز الاشياء نعم. الضد يظهر حسنه الضد ضد التلاؤم هو التنافر التنافر نعم ففي كتب المتاخرين اول ما تلج اي كتاب تجد انه يبدا بالفصاحه والبلاغه صحيح فلا بد للبلاغه من الفصاحه لا بد للبلاغه من, من الفصاحه لن نلج باب البلاغه الا من باب الفصاحه جميل واول ما ينبغي ان يكون في الفصاحه قال الاخضري في منظومته نعم الجوهر المكنون في الثلاث في ثلاث الفنون نعم المعاني والبيان نعم. والبديع في اول بيت قال فصاحة المفرد أن يخلص من تنافر غرابة خلف زكن جميل فإذا هي أول مراحل الفصاحة فصاحة الكلمة أن تتخلى من التنافر من التنافر من تنافر الحروف وأتوا بشواهد منها قول امرئ القيس غدائره مستشزرات مستجرات. إلى العلا نعم وذاك الأعرابي الذي سئل ماذا تفعل قال أضع الهعخ اي نعم ارعى الحوخ نعم, <applause> <applause> نعم. هذا في في الكلمات وفي التركيب ايضا ربما تكون الكلمات منفرده فصيحه ولكنها اذا ركبت مع بعضها تعاني من التنافر نعم. التنافر في التركيب ويستشهدون على ذلك بقول الشاعر وينسبونه الى الجن احيانا نعم. وقبر حرب في بمكان قفري وليس قرب قبر حرب قبر نعم. لن تستطيع ان تكرره ثلاث مرات دون ان تخطئ نعم دكتور جابر لا شك أن اللغة العربية لغة ذوق لا. ولغة انسجام ومعروف أن مدارك التي نتلقى بها الجمال لا. قد تكون باللسان حين تنساب الكلمة على اللسان وأيضا من مدارك الجمال أن تنساب الكلمة حين تتلقاها الأذن أكيد وحين تتلقاها الروح نعود الى هذه النقطه بالتحديد لكن بعد هذا الفاصل اعزائنا المشاهدين لدينا في هذه الحلقه مزيد من الاسئله الفكريه والثقافيه مع الاستاذ الدكتور جابر حمدان لا تذهبوا بعيدا نعود اليكم بعد هذا الفاصل نجدد التحية لكم أعزائنا المشاهدين كما نجدد الترحيب بالأستاذ الدكتور جابر حمدان عضو هيئة التدريس بالجامعة العربية المفتوحة أهلا بك مرة أخرى دكتور جابر كنت قد توجهت إليك قبل الفاصل بالحديث عن مدارك الجمال الجمال جمال الكلمة جمال التركيب يدرك بعدة منافذ فلعلك تحدثنا بصورة أعمق عن هذه المدارك نعم نعود قليلا في نفس السياق في السياق نفسه إلى تعريف الروماني نعم تعريف الروماني على التلاؤم قال هو حسن الكلام في السمع جميل وسهولته في اللفظ على اللسان وتقبله في النفس جميل جدا يعني هذه المدارك هذه المدارك ممتاز رائع رائع نعم نعم فلو نظرنا في تاريخنا الأدبي شعرا ونثرا لوجدنا لو أن النصوص الخالدة التي بقيت في الأذهان وصارت ردحا طويلا من الزمن نعم. هي التي حازت على قدر كبير من هذا الكلام منذ عصر الجاهلية إلى يوم الناس هذا جميل نجد لأن هذا العنصر يعطي الإيقاع يعطي إيقاعا صوتيا للنص وأول ما يعني يفجأك النص تجد أن يعني هذا الإيقاع يجذبك إليه بادئ ذي بدء ولذلك قريش وكفار قريش اول ما سمعوا القران مجرد سماعه للقران كان يدخلون في الاسلام ان له لحلاوه وان عليه لطلاوه نعم وان اعلاه لمقدق واسفله لمسحر صحيح وه... آه... وانه لا يعلو ولا يعل... وهذا عدو للقران الرسول صلى الله عليه وسلم نعم الوليد بن هذا الد اعداء الرسول يقول هذا الكلام وذاك الاعرابي الذي سمع مجرد سماعه اصدع بما تؤمر نزل عناقته عن وسجد قال هذا الكلام ليس بكلام بشر الله نعم والروماني جعل التلاؤم من صور اعجاز القران الكريم ما رايكم ان نبدا بعرض بعض الصور التلاؤم في الادب ثم ندخل الى القران الكريم ان شاء الله تفضل أه الشاهد الذي اتى به الروماني هو الشاهد نفسه الذي اتى به الجاحظ نعم قول ابي حيه النميري آه. رمتني وستر الله بيني وبينها عشيه ارام الكناس رميم جميل رميم التي قالت لجارات بيتها طمنت لكم ألا يزال يهيم جميل الا رب يوم لو رمتني رميتها ولكن عهدي بالنضال قديم صحيح هذا البيت الشاهد الذي يعني يستشهدون فيه في على التلاؤم نعم لو يعني انظر في ساحه الادب الطويله ساحه الادب تجد ان قلنا سابقا النصوص التي بقيت نعم. خالدة هي التي امتازت بعنصر التلاؤم. والأمثلة كثير أكثر من أن تحصى مثلا. نعم. لو أخذنا مثلا حتى يعني ما من وهو يقترب من الائتلاف والانسجام. من ذلك مثلا نأخذ بشار. نعم. أول المحدثين وآخر القدماء. بشار نجده يقول إذا ما غضبنا غضبة مضرية صحيح أتكنا حجاب الشمس أو م -م. قطر الدمع وبالمقابل يقول ربابة ربة البيت صحيح الخلف الزيتي فقالوا لهم هذا التناقض يعني أنت تقول الشعر الذي يهز الجبال وتعود قال إن هذا عند هذه الجارية جارية كانت تأتي لي بالبيض فهي عندها أفضل من قفا نبكي عندك يعني صحيح. لكل مقام المقال لكل مقام المقال مراعاة الكلام لمقتضى نعم. الحال وهذا هو معنى البلاغة وهذا هو معنى البلاغة يقول ايضا في الغز... لم يطل ليلي ولكن لم انم ونفى عني الكرى طيف الم روحي يا عبد عني واعلمي انني يا عبد من لحم ودم وتسير من القافله لو ذهبنا الى ابن زيدون مثلا نعم وقصائده الخالده تتمتع بهذا التلاؤم أضحت التنائي بديلا عن تدانينا وناب عن طيب لقيانا تجافينا إنتم وبنا فما ابتلت جوانحنا شوقا اليكم ولا جفت مآقينا نكاد حين تناجيكم ضمائرنا يقضي علينا الاسى لولا لو, لو تأسينا نعم. اني ذكرتك بالزهراء مشتاقا والافق طلق في قصيده اخرى نعم. اني ذكرتك بالزهراء مشتاق والافق طلق ووجه الارض قد راق وللنسيم اعتلال في اصائله كانه رق لي فاعتل اشفاقا جميل رائع ندخل إلى رصد بعض مظاهر التلاؤم في كتاب الله عز وجل. في كتاب الله ترى عجبا عجابا. نعم. ترى عجبا عجابا لأن القرآن النص الأدبي قد يهتم الشاعر في هذا التلاؤم في بعض جوانبه. نعم. ولكنك إذا أتيت القرآن تأتي هذا التلاؤم، تجد هذا التلاؤم من الفاتحة حتى الناس. تلاؤم الحروف في الكلمة. نعم. وتلاؤم الكلمة في الجملة. وتلاؤم الجمله في موضوع السوره كلها وفي آه في موضوع وهدفها موضوع السوره وهدفها مثلا لو اتينا الى مثلا التكرار في حياتنا مكروه صحيح تكرار الحروف مكروه ولكن هو في القران غير ذلك مثلا في سوره البقره آه ومن اظلم ممن من منع مساجد الله صحيح هذا التقارب خمس ميمات ولا تجد ومن اظلم ممن منع مض ممن من منع بل يبلغ الامر الى ثمان ممات وقيل يا نوح اهبط منا بسلام منا وبركات عليك وبرك و... وسلام عليك وبركات من نهبط يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك. عليك وعلى امم ممن من معك الله توالي ثمان مئات نعم هذا نوع من التلاؤم نعم اكيد اختيار الكلمه نعم التي تناسب سياقا معينا نعم، نعم. اذكر من ذلك قوله تعالى تلك اذا قسمه ضيزة. نعم اختيار هذه الكلمه نعم. التي فيها غرابه والغرابه هنا يعني عدم جرياني، عدم جريانها على نعم، السنه نعم، نعم. اختيار غرابتها لاختيارها لتلائم هذه القسمه الغريبه نعم نعم هذا نوع من التلاؤم نعم نعم أه يعني هذا كثير كثير في القران لماذا نعم. يستخدم هذا الاسلوب ولماذا يغناء في سياقه هو اكثر من ان يحصى لان قلنا من بدايه القران الى نهايته مثلا نفصل قليلا في عندما اراد الله ان يهلك البشريه نعم يهلك الكافرين طبعا وينجي نوحا ومن معه في السفينه كيف جاءت الكلمات مناسبه لهذا في هذا السياق قال ففتحنا ابواب السماء بماء منهمر وكأننا أمام خزان من الماء مغلق صحيح. فتحنا أبوابه وفجرنا الأرض عيونا هذا التحويل في الأسلوب هذا يسمونه أهل النحو وأنت إيه من نعم. فرسانه آه التمييز المحول صحيح وفجرنا ينابيع الأرض نعم. لماذا تحول هذا التعبير من فجرنا ينابيع إلى فجرنا الأرض عيونا عيونا هذا التحويل يدل على الشمول فجرنا ينابيع الأرض كم ينبوعا في الأرض خمسين م. مئة ألف مئة ألف ولكن عندما أقول وفجرنا الأرض عيونا فصارت الأرض كلها صحيح. عيونا فالتقى الماء طيب ماء, الماء ماء وماء السماء وماء. وماء الأرض لماذا لم يقل فالتقى الماء آن صحيح. قال لي لم تعد تعرف أي هذا ماء السماء ماء الأرض امتزاج فصار الماء يعني فصاروا ماء, ماء واحدا جميل فيعني هذا من من السياق اللي وكذلك في أول سورة مريم كافها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا نادى ربه نداء خير قال ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبة ربي إني وهن العظم مني أي أنه وصل إلى المرحلة الثالثة الإنسان يخزن الطاقة في جسده في عضلاته في في جلده في عضلاته في عظامه ف أول مخزن يفقده الإنسان الجلد ترى أن الذين يمتنعون عن الطعام أو الذين يعني يضربون عن الطعام تجد أن الجلد يكش قليلاً ينكمش يعني قليلاً هذه المرحلة الأولى أيوة. ثم في المرحلة الثانية العضلات تضمر ها. والمرحلة الأخيرة مرحلة العظام العظام مخزن العظام لذلك يقال إن أو المصاب بهشاشة العظام لا يستطيع الإنجاب سيدنا زكريا قد بلغ المرحلة الثالثة رب إني وهن العظم مني نعم. واشتعل الرأس شيبة أيضا هنا التهميز محول واشتعل شيب الرأس لو قال اشتعل شيب الرأس لكان بعضه أسود وبعضه أبيض ولكن واشتعل الرأس شيبة دلت على الشمول أي أنه شعره أبيض جميعه أبيض لأنه بلغ من الكبر عتية وفوق ذلك فامرأته عاقر فإذا السياق فهب لي من لدنك أنا لا أملك المواصفات ليس لدي المواصفات فهب لي من أنا أريد ولدا منك نعم. فكان له ما كان جميل نعم اذا الان اذا اردنا ان نلخص التلاؤم نقول مم. على مستوى الاصوات نعم. والحروف نعم. على مستوى الكلمه نعم. على مستوى الجمل, الجمل. على مستوى نعم. النص نعم. نعم. هذا يعني دكتور جابر ان ان البلاغه لا تقدم لنا فقط السمات الجماليه بل هي تقدم لنا ايضا بواعث للتفكير، يعني هي تحرك العقل أكيد ليست فقط للجمال أكيد, أكيد وإنما هي فيها بواعث للفكر وبواعث للعقل نعم بدليل هذا التحليل وهذا الاستنباط نعم دكتور جابر أنت رجل أكاديمي ودرست فترة كبيرة للطلاب، يعني إذا أردنا أن نأخذ منك بعض النصائح للباحثين في علوم العربية على وجه التحديد بما تنصحهم؟ العودة إلى النصوص نعم العودة إلى النصوص الأصيلة حتى هذا الجيل بات, بات غريباً، يعني يسمع النص القديم فتراه يسمع كأنه يسمع لغة أخرى. أن نبدأ من النص، وبالاخص في ما في القواعد في النحو يعني. بالضبط. أن نبدأ من النص ومنه نبدأ ومنه وإليه ننتهي. يعني يعني النحو وسيلة وليس غاية. النحو وسيلة وليس غاية. ينبغي أن نفهم يعني النص ويكون ذلك بالعودة إلى النصوص. النصوص هي الفيصل. ونصوصنا ما شاء الله العليا يعني درجة تصل القرآن الكريم. نعم الشعر القديم، الخطب القديمة، وهي بمنزلة عالية، يعني أن ندرب طلابنا وهذا الجيل الصاعد، حتى من يكتب في القصة وفي الرواية وفي المسألة وفي الشعر من الشباب المحدثين، أن يعودوا إلى هذه النصوص، فهي منجم ثر يعني يجدون فيه ضالتهم، يجدون فيه ضالتهم للباحثين وللناشئين ولجميع أولئك العودة إلى النصوص ولا تغرنا هذا المظاهر في في واقعنا الحاضر إذا العودة إلى المنابع الأولى نعم من نصوصنا البيانية العليا نعم. وأيضا العودة إلى التراث مؤلفات أكيد. القدماء أكيد. هي نقطة ارتكاز لمن أراد أن يمتلئ من علوم العربية نعم. أشكرك دكتور جابر على هذه المعات البهية وهذا الابحار العميق في علوم البلاغه تحليلا واستنباطا وتنظيرا فلك تحيه وخالص تقديري وانا شاكر لك الله لكم. في ختام هذه الحلقه اعزائنا المشاهدين اشكر الاستاذ الدكتور جابر حمدان عضو هيئه التدريس بالجامعه العربيه المفتوحه كما اتوجه بالتحيه لكم على امل اللقاء بكم في حلقه قادمه وحوار فكري جديد وكما التقينا على الحب نودعكم على الحب دمتم في امان الله ورعايته والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته